أربك تفشي طفرة دلتا في البلاد والعالم مخططات الكثير من العائلات العربية التي كانت تخطط للسفر إلى خارج البلاد خلال العطلة الصيفية وقضاء أوقات عائلية ممتعة مع الأولاد، خاصة بعد فترة الضغوطات النفسية والاجتماعية التي عاشتها هذه الأسر خلال فترة الإغلاقات المتواصلة، لكن سلالة دلتا الأشد عدوى التي انتشرت في عدد كبير من دول العالم رغم حملات التلقيح المكثفه والناجحه افشلت هذه المخططات فكيف على الاهل التعامل مع هذا الوضع المركب الجديد خاصه وان استمرار تفشي الجائحه قد يهدد افتتاح المدارس في الفاتح من ايلول الوشيك لتقديم النصائح للامهات والاباء والعائلات يسعدنا ان نستضيف معنا في الاستوديو في بث حي ومباشر المربيه غاده رباح جمال وهي مدربه بمجال تطوير الذات اهلا ومرحبا بك اخت غاده مساء الخير لك ولجميع المشاهدين طيب السؤال الاول طفره دلتا هذه هذه اربكت مخططات العائلات العربيه التي اعتقدت انها بامكانها السفر الى اي مكان لقضاء الاجازه رغم التقييدات ورغم الاغلاقات الكثيره كيف على العائلات ان تتعامل مع هذا الواقع المركب الجديد وكيف تشرح العائلات لأولادها الصغار أن الكورونا ما زالت موجودة وعلينا أن نتعايش معها جميل سؤال جدا جميل في البدايه بنصح كثير العائلات العربيه وبالذات الوالدين الوضوح الكبير مع اولادهم بحب اعطيك مثال بسيط مثال الوز احنا لما بدنا نطلع اي مكان احنا بنحط المكان اللي نوصل له الهدف اللي نوصل له. والباس طبعا بيعطينا كل الطريق اللي نوصلها وبيعطينا صحيح. بالطريق بيعطينا شو وماذا يعترضنا في الطريق بالضبط رح يعطينا ماذا يعترضنا رح يعطينا الازمات رح يعطينا ان كان حتى في سياره على جنب الشارع بشرحنا لنا بالضبط هيك وضوح لكل الطريق وهيك انا جدا بنصح الاهالي يكونوا جدا واضحين مع ابنائهم يشرحوا لهم كبداية صورة الوضع القائم حتى يكونوا واضحين معهم حتى بملائمة التوقعات شو يعني ملائمة التوقعات يعني أنا لما أقعد مع أبنائي أحكي أسمع منهم شو توقعاتهم شو توقعاتهم من هيك عطلة شو توقعاتهم من هيك يعني كعده وبالمقابل بعد ما اسمع التوقعات منهم احكي لهم هل الاشياء اللي هم حكوها بتلائم الوضع القائم حتى بتلائم على مستوى ميزانيه البيت حتى بتعرف هسه احنا بعد فتره اللي هي ما كانت سهله على الاهالي وما كانت سهله على الجميع فهي في ميزانيه معينه فبنشرح للابناء بنكون واضحين معهم انه احنا شو الوضع القائم عندنا وبنلائم التوقعات مع بعض جدا هاي الخطوة بنصح فيها جداً رح تخفف ضغط على الأهل الضغط النفسي ورح تخفف كمان الضغط اللي على الأولاد لما هم بيكونوا الأهل واضحين معهم وبسمعوا منهم بسمعوا حاجاتهم بسمعوا رغباتهم بس بيحكوا إحنا مثلا عنا مثلا يعني ترتيب أولويات نرتب الأولويات في عنا إشي ضروري مثلا مهم اذا هو مثلا على يعني مستوى اذا في صعوبه نطلع خارج البلاد في ببلادنا اكيد بلادنا جميله ورائعه وخلابه يعني فيها اماكن جدا رائعه فبنقدر احنا مثلا اماكن معينه نوصلها منه بتكون خطوه نتعرف على معالم البلاد منه منه خطوه بتكون نتعرف ف... يعني بحديثك جبت عن ثلاثه اسئله هنا مره واحده ولكن اريد ان نتحدث عن حاله الضبابيه التي ما زالت تكتنف افتتاح المدارس في الاول من ايلول المقبل وانه من المحتمل ان يعود التعليم عن بعد من جديد مره صحيح. اخرى. انت حكيت المصطلح ضبابيه، هو بالفعل الإشي ما زال غير واضح وانا كمربيه وعمل بوزاره التربيه والتعليم حتى الان ما فيش شيء واضح يعني وما فيش فيهن كثير بيحكوا عن خطوات رايحين يشتغلوا فيها، في بيحكوا عن كثير الاليات اللي دمت بيتفادوا انه ما يكونش فيها تعلم عن بعد فانا من جهتي يعني وبنصح كثير من الاشخاص مثلي انه التروي يعني ما نتسرعش هيك نصير نطلق هيك يعني اخبار واحنا مش مؤكد منها صحه الاشياء فالتروي والصبر والانتظار هو احسن حل ايضا هون في بهذه النقطه تحدثين عنها عن المسموح وعن الممنوع م. كيف علينا ان نبسط الامور لاولادنا في ظل هذا الواقع المركب والضبابي بالفعل هم ابنائنا عن جد بحاجة جدا لتبسيط الأمور ليه لأنه عقلهم أنا بحكي لحد جيل عشر سنوات تركيبتهم ونموهم ونضوجهم ما بقدر يتحمل كمية هاي الضبابية فأنا بنصح بهاي المرحلة لما بنكون خلال الحديث طبعا حسب الأجيال أنا بحكي لحد عشر سنين في طبعا اللي بيكونوا الكبار المراهقين بتكون طبعا طريقة الحديث معهم مختلفة بيكون عندهم نضوج أكبر وعي أكبر فلحد عشر سنين أنا بهاي المرحلة ما نحكي لهم مش أشياء اللي هي إحنا لحد هسة نفسنا كأهل أنا مخاوف تجاهها وخلينا نقول ضبابية تجاهها يعني مش واضحة فبنحكي الأشياء اللي بين إيدينا اللي, اللي, احنا بنقدر امكاننا نعملها فمنكون برضو زي ما ذكرت قبل انه نلائم التوقعات معهم نسمع رغباتهم نسمع حاجاتهم وبالمقابل احنا نحكي لهم حاجاتهم المقصود عن المراهقين يعني جيل معين يعني اللي اقنعهم بالحصول على جرعتين من لقاح الكورونا لكي يتمكنوا من السفر لكي يتمكنوا من السفر مش لكي يحافظوا على سلامتهم أه؟ يعني احنا بالاساس مهم ان نعكس لابنائنا من البدايه خصوصا يعني انهم وجدوا نفسهم مضطرين للدخول الى <applause> حجر صحي يعني هاي يعني احنا نكون واضحين مع ابنائنا مش نقول يلا روح خذ التطعيم عشان نسافر لا ناخذ التطعيم لانه احنا مقبلين على مرحله مش عارفين بالضبط اللي هي شو وضعها فاول شيء سلامتنا وسلامه البيت وسلامه العيله وسلامه البلد والمجتمع السفر انا معك احنا لانه صار مفهوم ضمنا عندنا عطل صيفي يعني سفر فانه طبيعي عنده ما زلنا ما هنا بنفس النقطه انه سفر فالسفر هو جدا إشي حلو اكيد وجدا إشي اللي هو برفه وفي منه يعني ترفيه للعائلات بس هو مش إشي هو يعني يعني ما نقدرش نستغني عنه يعني هي هي ازمه الكورونا وجائحه الكورونا اثبتت لنا انه في كثير شغلات احنا كنا مفكرينها مفهومه دمنا وما بنقدر نستغني عنها اثبتت لنا ومش مش الزمتنا اثبتت لنا انه احنا قادرين نبسط حالنا بالامور البسيطه، قادرين نسعد انفسنا بالاشياء المتوفره، ننظر على على نصف الكاس الملان مش نطلع على نص الكاس الفارغ مش نقول ما في وما في وما في تعالوا مع بعض نشوف شو موجود هيك نحكي مع اولادنا اولادنا اكيد اكيد بحكوا ما في شيء وما في شيء وما في شيء نحكي لهم شو موجود عندنا طب بالمقابل شو إشي متوفر بين ايدينا شو احنا إشي بنقدر يعني ممتنين له نشكر رب العالمين انه هو بين ايدينا وممتنين له الامتنان جدا 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 اليه انا بنصح جدا فيها الاهالي الاهالي والاولاد انه يكون يعني امتنان يومي على مستوى هيك جلسات العائليه الولاد دائما بتطلع عالناقص عالناقص انا المهم أن أسألك عن الضغوطات النفسية الجمة يعني كيف يجب أن نتعامل مع هذه الضغوطات النفسية وما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها لكي نتجاوز هذه الأمور الضغوطات النفسية سؤال حلو جدا الضغوطات النفسية ما في شك أنه هي يعني قائمة وموجودة والضغط النفسي هو يعني يعني شرع جدا نسمح له في بعض الاحيان يظهر بس السؤال قد يظهر وقد مده بقائه وقد مده مكوثه داخل الشخص او داخل البيت فهنا انا بعطي كم خمس نصائح للضغوطات النفسيه اهم شيء واول نقطه واهم نقطه انا بنصح فيها جدا ومن تجربتي هي عدم المقارنه يعني احنا كبيت كاسره كاولاد ما نقارنش انفسنا بغيرنا ما نقارنش الوضع اللي موجود عندنا باوضاع موجوده عند اللي حوالينا ليش لان المقارنه هي لحالها ضغط مجتمعي ضغط نفسي فبنطلع على غيرنا بيعمل كذا بيساوي كذا واحنا مش قادرين مثلا نعمل هاي الامور فهذا بيعمل ضغط فانه إحنا نطلع يعني بالعلاقات الأسرية والمشاكل العائلية يعني بتتحدثين عنها يعني ارتفاع حالات نقول الطلاق مثلا بشكل ملحوظ، كيف يمكننا أن نتفادى هذه المشاكل؟ ما هي نصائحك للأزواج؟ الطلاق هو يعني يعني ردة فعل آلية يعني من ردود الفعل اللي بتطلع نتيجة الضغوطات، فهنا جدا أنا بهاي المرحلة بنصح الأزواج اهم اشي انه التروي والصبر بالذات هاي المرحلة عن يعني جد صدقا ومن تجربتي ومن تجربة الاشخاص اللي حوالي بدها يعني تروي وصبر بدها بدنا ننظر على الكأس الملآن ننظر على الكأس المو... شو موجود بين ايدينا ما نطلعش انه المشكلة اللي احنا فيها هسه مثلا كان وضع مادي صعب او مثلا خلينا نقول عدم عمل للزوج او توقف العمل للزوج انه هذا الاشي دي يستمر كل الحياة هذا الاشي مش رح يستمر تعال نطلع من هيك ننظر لورا من سنين سابقة ملان العيلة او البيت مر بازمات وتخطيناها فهي زيها زي بقية الازمات مثلها مثل لا سمح الله مرض احد الابناء مثلها مثل مرض احد الازواج فدايما انه يعني البيت شرعة جدا والاسر تمر بازمات فهذا جزء من الازمة فهي الأزمة بحاجة ل بحاجة لتوجيه، بحاجة لاستشارة، الأزواج إذا هم شافوا إنه الإشي خرج عن سيطرتهم لا بأس تشيروا شخص مختص بهذا المجال اللي يعطيهم التوجيهات اللازمة بس أنا حسب رأيي بقدروا الأزواج عدم المقارنة لأن أنا شايفة جدا هاي المقارنة إلها إلها يعني الأزواج هيك والزوجات هيك نتروى نشكر نكون ممتنين على الموجود بين إيدينا وجدا جدا مهمة بهاي المرحلة الحوار يعني هي... مش انها تصير مشكله وهيك نخلي <applause> الزمن يحلها، لا، جدا مهم المواجهه، الحديث، التروي الصبر حلو والامور بتنحل هناك من يقول ان الطفل هو مرآه يعكس سلوكيات والحاله النفسيه للوالدين يعني صحيح وبالتالي فان حالات الاضطراب النفسي والقلق التي سيطرت على الاباء والامهات ممكن ان تنتقل الى الصغار يعني، كيف على الاهل ان يتصرفوا لكي يبعدوا ابنائهم عن ذلك صحيح وبالفعل الاطفال هم بجمالهم وببراءتهم هم مرآة الاهل فجدا مهم بهاي المرحلة يعني يعني الاولاد كمان يشوفوا أبو يعني انه يشوفوا انه البيت بمر احيانا بازمات بمر في لحظات فرح في لحظات سعادة في لحظات حزن في لحظات غضب برضو الاولاد بكره بدهم يكبروا بدهم يعيشوا هاي التجارب بدهم يعيشوا هاي كيف الازمات كيف يمكن ملاحظة تأثر الاطفال في ذلك؟ تاثر الاطفال اذا بما كان بما يعكس طبعا كنا عنه مرآه يعكس لا. تصرف الوالدين كيف يظهر عليهم ذلك مو في هنا تاثر اللي هو يعني طبيعي يعبر يمر وفي تاثر اللي يعني بتظهر على الطفل سلوكيات اللي هي مقلقه نوعا ما وهي بحاجه لتدخل نفسي او تدخل استشاري مثل مثلا تبول الليلي مثلا ان كان من خلال الرسومات بتظهر على الولد رسومات هيك اللي هي جدا جدا صعبه مثلا سلوكيات اللي كان الولد هيك متعود على نمط معين فجاه شايفين عنده اختلاف يعني اختلاف متطرف بالسلوك فهي يعني هي بتحكي لنا, بتودي لنا رسائل اني انا بمر بضائقة ساعدوني فهنا إحنا إيه من إذا بنحاول ح... طبعا بخطوات يعني خلال مثلا نحكي مع إيه نسمع الصوت تبعه اللي موجعه نسمع شو الخوف تبعه إذا استصعبنا لا بأس إذا لاحظنا ذلك نعرضه على مختص يعني لا بأس إذا إحنا يعني فقدنا يعني مش من كل فقدنا إحنا خلينا نقول يعني مش موجودة عندنا الو... الآليات والوسائل في أهالي طبعا مش كلهم موجود عندهم الآليات والوسائل للتعامل مع هيك إشي فلا بأس أنهم يستشيروا أخصائي نفسي يستشير... يستشيروا استشارة اللي هم ما شاء الله عنهم موجودين ويعني موجودين مجتمعنا جدا فخور مجتمعنا فيهم اللي بنقدر نتوجه لهم ويعطونا الخطوات اللازمة المربية غادة رباح جمال مدرب مجال تطوير الذات شكرا لحضورك للاستوديو